مسيرة شعبية حاشدة تجوب شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس، استقطبت أنصار الرئيس قيس سعيد وحشدت الداعمين لمساره في الذكرى 67 لعيد الاستقلال الوطني. التف الشعب التونسي حول القيادة اليوم، تعتقد أن الناس كل اللي خرجت اليوم هي تأكد مرة أخرى أنها تلتف حول الرئيس قيس سعيد وترفع شعارات المحاسبة وإصلاح الدولة من الداخل. محاسبة الفاسدين والمتورطين في التآمر على أمن البلاد ورفض التدخل الأجنبي في القرار التونسي، شعارات رددها أنصار الرئيس مع لافتات وصور تجدد دعمهم لمساره في المحاسبة. مطالبة بالمحاسبة أول حاجة، استرجاع حقوق البلاد من النهب، عدم التدخل الأجنبي في سيادة الوطن، لأن تونس هي خط أحمر لا يمكن المساس به من أي طرف من طرف. عنا سيادتنا وعنا استقلالنا واضح لا جدال فيه. الاتحاد الأوروبي ولا البرلمان الأوروبي عامل اليوم جلسة معناها يقصد بها أن نعيد استقلالنا اليوم. كاينكم ما كمش مستقلين، لا ألف لا، قراراتكم لا ترهبنا. التمسك بالسيادة الوطنية وإلغاء عدد من الاتفاقيات الممضاة في السنوات العشر السابقة، استقلال آخر من التبعية للخارج، ومطلب آخر للمتظاهرين في ذكرى عيد الاستقلال. نحن نحب نقوله للعالم رانا احنا عندنا سيادة وطنية وتدخل أجنبي نحن رافضينه، ونطلبه باعتبار اليوم وتاريخ استقلال، نطلب إلغاء الاتفاقية التركية، إلغاء الاتفاقية الفرنسية التي أنهكت الاقتصاد التونسي. ذكرى عيد تعود هذا العام في وضع اقتصادي صعب ومناخ سياسي متوتر، يراهن المؤيدون لرئيس سعيد على رمزيتها للمطالبة باستقلال القرار التونسي، وتأمل غالبية من التونسيين أن تكون منطلقا لتحسين أوضاعهم المعيشية. إينس فرادي، اليوم تونس.